كنا حابين بقى نعرف من حضرتك يا دكتور مستقبل القطاع المصرفي خلال المرحلة دي. الحقيقة التطور في القطاع المصرفي يعني مرعب بشكل كبير ومتسارع. عندنا النهارده بقى عندي في بنوك رقمية أخدت خلاص حصلت على ترخيص من البنك المركزي، فده معناه إن الفترة الجاية أنا عندي بنك رقمي يمارس أعماله من خلال الإنترنت، من خلال ابلكيشن على الموبايل. عندي كمان شبكه للهويه الماليه الرقميه وذلك للتحقق من هويه العملاء، فده كمان يعني حتى احنا لقينا ان البنك المركزي ينشئ شركه للهويه الماليه الرقميه ويساهم في راس المال بنسبه 55%، الحقيقه ده ظهر كمان السنه الماضيه. عندي كمان شركات موجوده للتحقق من هويه العملاء بقت موجوده في السوق دلوقتي. عندي اشكال مختلفه للخدمات الرقميه، التي يتم تقديمها للعميل. عندي شركات متواجده كمان في السوق تقدم خدمات دفع الكتروني، تقدم خدمات للاقراض وما الى ذلك. فاصبح الموضوع متسارع جدا، والهدف منه هو كيفيه تقديم خدمه مميزه للعميل طوال الوقت. هل هيظهر عندي الفتره الجايه اشكال جديده من العملات، مثلا فيما يخص العملات المشفره؟ يعني ده كمان احنا مستنيين نشوفه. رغم ان هي هل ده ممكن يحصل؟ الحقيقه ان القانون المصري فيما يخص قانون 194 لسنه 2020 فيما يخص البنوك يعني او تنظيم البنوك المصريه، تمام، القانون ده اتكلم معانا عن فكره ان هل او يجرأ التعامل بالعملات المشفره الا بعد الحصول على الترخيص من البنك المركزي. يعني بنفتح الباب؟ هو مش بنفتح الباب، لكن الموضوع فعلا على مستوى العالم هو بالنسبه لي نقدر نقول نقطه شائكه، تقدر تقول كده. فالمركزي بيحاول ان هو طول الوقت يحجم المخاطر التي قد يتعرض لها الشعب المصري. ليه؟ لان انا بالنسبه لي العملات المشفره مش معروف من هو جانب العرض، من هو جانب الطلب، من يتحكم في اسعار هذه العملات، يعني ايه سعر هذه العمله يرتفع ويعني ايه ينخفض. دي كلها حاجات هو المركزي بيحاول ان هو يعني يساعد المصريين على الحفاظ على مدخراتهم. يعني حضرتك شفت مثلا ان كان في اسعار خاصه بالبيتكوين وصلت لغايه 80,000 دولار وانخفضت فجاه ل 26,000 دولار، فده مبلغ مرعب ان عميل يفقد امواله او يفقد قيمه امواله بهذا الشكل. فلابد للمركز ان هو يحمي اموال هذه العملاء. لكن اكتشفنا مثلا على مستوى العالم ان تقدم عديد من من الممثلين عن الغرفات التجاريه وعن العملاء الى مجلس الشيوخ الامريكي، وتقدموا بمسوده تخص فكره تنظيم العملات المشفره. هم عايزين قانون ينظم العملات المشفره، واتكلموا فيها ان هو هيتم تداول العملات المشفره من خلال لجنه تداول السلع والقروض هناك في امريكا. فده معناه ان هو هيتعامل على العملات المشفره as an asset، كعمله يعني كاصل، زي بالظبط كده الاسهم الموجوده في البورصه. ناس تحب تشتريها وناس مش عايزه تبيع النهارده، فعمل ليها فكره طلب وعرض من خلال جهه منظمه. والحقيقه انا لقيت ده حصل في الامارات من خلال هيئه سماها هيئه فارا. هيئه فارا هي بتمنح الترخيص لمزودين الخدمات الخاصه بالعمله المشفره، بتمنح الترخيص للناس الشركات اللي هي عايزه تعمل تداول في العملات المشفره وما الى ذلك. وبرده خليني اوضح ان التجربه ليست ناجحه بالشكل الكامل، هم لسه بيحاولوا يسيطروا. فانا شايفه ان المركزي وضع في القانون او كان ذكي جدا في نص القانون فيما يخص انها يجرب التعامل بها الا بعد الحصول على ترخيص من البنك المركزي المصري. فلو شاف نوع من التامين في هذا الامر لاموال العملاء، ساعتها ممكن بقى نبتدي نشوف حاجه زي فارا مثلا موجوده في مصر. طب اذا لم يحدث تامين لاموال العملاء وان انا اكون مطمئنه لفكره كيفيه اداره ثروات العملاء، يبقى احنا هنفضل تحت مظله المركزي ملتزمين باحكام قانون 194 لسنه 2020. طبعا الكلام مع حضرتك مش هينتهي، وحلقه مميزه بنشكرك عليها. قدمنا العديد من المعلومات والتوضيحات والاستفسارات للعملاء والمتابعين والمشاهدين. طبعا بنشكر حضرتك يا دكتور على الحلقه المميزه، وطبعا حضرتك توعدينا ان الحلقه مش هتبقى الاخيره، بالعكس ان شاء الله هتبقى في حلقات مع بعض. كانت حلقه مميزه، شكرا لحضرتك يا دكتور. يعني حقيقي بشكرك جدا وسعدت فعلا بهذا اللقاء، وتحياتي لحضرتك وكل الساده
وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا في الصالون الاقتصادي لأهل مصر، وبنوعدكم بحلقات جديدة وحلقات مميزة مع ضيوف مميزين زي الدكتورة مروة. شكرا لكل متابعي ومشاهدي أهل مصر.